يا خبر ابيض العب يا عيد العب يا عيد. ايوان عيد عبد المولى في مدريد في النادي الملكي ده حلمي اكيد بس تاني ما اقدرش انساكو العب واني قلبي معاكو. احمد عز في الماتش الاذاعي عيد في ريال مدريد بطولة زينة النجم صلاح عبد الله النجمة نشوى مصطفى ونادين سابا مع نجم الكوميديا حجاج عبد العظيم ونجم التعليق مصطفى الكيلاني. عيد في ريال مدريد. أيوة هو بطلنا ورجل حديد راح من سكة سفنا ريال مدريد نجم الكورة المصرية رجل الاتنين ذهبية. عيد في ريال مدريد تأليف وتمثيل محمود البزاوي موسيقى وألحان نبيل علي ماهر أغاني وأشعار رشا البنا. أيوة هو بطلنا ورجل حديد راح من سكة سفنا ريال مدريد نجم الكورة المصرية رجل الاتنين ذهبية لاعب موهوب شوط فنان ترقص حريف وكمان إنسان. العب يا عيد العب يا عيد. عيد في ريال مدريد إخراج عبد المقصود محمد. عيد في ريال مدريد برعاية موبينيل. يا فادي أفندم أنت هتفضل ماشي كده على غير هدى؟ ما ينفع إيه هدى دي؟ ما ينفعش أقف في حتة ويعرفوا إنك موجود الدنيا هتتضربك. تليفونك عيد شوف مين. هلا دي نمرة روبينو. أيوة رد عليه. أرد عليه إزاي بس؟ الله أنا معرفش لغوته. هات يا سيدي هات الموبايل. هلو هاي روبي اوكي اوكي ثانك يو باي باي. ايه ده بالراحه يا فادي. الله انت عارف بيت روبينو؟ يا عم انا محتاج دليل عشان اروح بيتنا. تقوم تقول لي بيت روبينو؟ انا اعرفه وعلى راي المثل الفنلندي انا زي الساعه يوم تكتك ويوم اهاتي ويوم اروح للمصلحاتي. يا نهار زي وشي ايه ده مفيش حتة في الشقة كلها سليمة. الحمد لله ان احنا سلام وبخير يا مختار. المهم دلوقتي اطمن على اخوي عيد. عيد هتلاقيه قاعد في اي حتة مكيفة ولا على باله من كل اللي بيحصل ده كله. بقولك ايه ما تقولش كلمة واحدة على اخويا لو سمحت. ماشي ماشي خلاص بقى خلاص. المهم لو الشقة دي اتباعت بحالتها دي تفتكري تعمل لها كام؟ يا عم ده وقته الكلام الفارغ ده. بيع ايه وشراء ايه يا بني ادم؟ ما هو ما حدش ضامن عمره يا بنت الناس. ممكن فجأة كده يهدوا علينا البيت وتخرب. ما تقلقش يا اخويا الامن المركزي بتاع اسبانيا محوطين البيت كله من كل حتة. طب ما هو ده ادعى اننا نبيع وهو تحت الحراسة يا هبلة. هاي روبن. هاي فادي. هاي ايدو. قال مين الناس دول كلهم يا روبين؟ وات؟ لا ولا حاجة. عيد بقى اسألني أنا. طيب مين الناس دول يا فهد؟ أولا ده المذيع اللي أنت كنت معاه من شوية وصرحت له تصريحاتك النارية وده المصور نفس المصور اللي صورك في البرنامج وده روبينيو فهمت؟ طيب وبتوع التلفزيون هنا ليه؟ احنا جالنا امر من اتحاد الكرة الاسباني والاتحاد الدولي واتحاد الكرة في مصر انك تنفي وتعتذر عن كل التصريحات اللي صرحتها. ليه؟ هو انا غلط في ايه؟ الله هو يعني جريمة اني قلت اني لازم العب مع منتخب بلدي؟ عملت جريمة اني قلت وعلى الملأ للجميع اني مصري وبحب مصر؟ هتعمل كل اللي انت عاوزه يا عيد بس ده مجرد اجراء وقائي وعلى رأي المثل الفيومي داري على فرختك تبيض مش كده برضو يا باشا؟ بالظبط ده اجراء وكاكي وقائي. واني مش عاوز الاجراء الوقائي ده. بلاش تعمل فيها عنطه افتكر ايام سكه زفتك. مالها والله احسن مليون مره من ريال مدريد. تعمل ايه انت بتصور ايه انت كمان؟ انا اسف اصله ما بيتكلمش عربي ويمكن تصور ان عيد بدا تصريحاته. طيب فهمه مش عايزين قلق. عيد افتكر افتكر يا عيد المحله والناس اللي هناك اللي عاوزين يشوفوك احسن واحد. الله طب ماني احسن واحد. طيب افتكر دينا وإيمان. إيمان أكيد في صفي ودينا عشان شغلها برضو في صفي. افتكر أختك سلوى وجوزها واللي ما نعرفش عنهم حاجة لحد دلوقتي. إيه؟ جرالهم إيه؟ مش هتعرف جرالهم إيه إلا بعد ما تتكلم مع الناس في التلفزيون. ما تشوف يا عم روبينيو. الله أنت هتفضل واقف ساكت كده ما تقول حاجة. جو إيدو جو. يقولك اتكلم. هتكلم أقول إيه بس؟ أولا تنفي اللي قلته وثانيا تعتذر للجمهور. لا مش هعتذر. أوكي أوكي ما تعتذرش.
طمنهم بس انك مع الفريق ومش هتسافر مصر. مالك يا فادي الله، يعني حلها هنا وعقدها هناك في مصر. يا عم انت، احنا في اللي هيحصل لنا هنا لو ما عملناش كده. ولما تنزل مصر حبيب قلبي يبقى يحلها الف حلال، وبعدين عمر الجمهور المصري ما هيعمل زي جمهور اسبانيا. يلا حبيبي، يلا ابو كباتن اتفضل. اوكي جاهزين، احنا على الهوا. استغفر الله العظيم يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير يا جمهور ريال مدريد، يا جمهور اسبانيا كله. انا دلوقتي بس حسيت انتوا قد ايه بتحبوا بلدكم اسبانيا، وده باين قوي في حبكم لفريقكم، الفريق الحلم، الفريق الملكي ريال مدريد. واللي انتوا ما تعرفوهوش ان مصر كلاتها وجماهير الكره في مصر بيقولوا لي العب ماتش ريال مدريد، ضحوا بحلمهم عشان يحققوا لكم حلمكم انتوا، واني قدامكم اهو، اختاروا بقى. انا شخصيا واقف معاكم، ومصر كلها، واسبانيا واقفه مع مين؟ انتوا هتوقفوا مع مين؟ انا سايب لكم الحكم والقرار، بس يعني ما تنسوش ان زي ما بتحبوا اسبانيا وريال مدريد انا كمان بحب مصر قوي، بحب مصر قوي. عيد في ريال مدريد برعاية موبينيل. عيد في ريال مدريد برعاية موبينيل. أنا شخصيا ما فهمتش حاجة خالص، هو عايز يقول ايه بالظبط؟ يا عم هو شوية كلام فض مجالس عشان يهدي الناس، وهم الناس بيفهموا عربي؟ مش في مترجم يا بني آدم؟ إذا كنت أنا نفسي ما فهمتش يبقى المترجم هيفهم ويعرف يفهم الناس. عموما ما فيش قدامنا دلوقتي غير إن احنا نستنى، وهنعرف إن شاء الله كل حاجة في وقتها. طيب طب رد على الموبايل بتاعك عشان ده صوته مزعج قوي. ده عيد. ألو. أيوة يا أخويا. أيوة يا حبيبي، أنا بخير بخير ومختاره كويس. عايز تكلمه؟ طيب خد يا مختار كلم عيد. ألو. ايه يا معلم، انت عرفت انهم جم هنا وكسروا؟ هات الموبايل ده يا اخي. الو يا حبيبي. لا ده بيقولك انهم كسروا الرصيف تحت اللي هو قدام البيت على طول عشان يركبوا واحد جديد. مع السلامة. مع السلامة يا اخويا. انا هتجنن يا دينا، هم عاوزين ايه طب اكتر من اللي قالوا عيطة؟ بدون ياه يلعب. طب ما هو قال كده، هو ما قاله واضحة، قال نفسي العب هون ويا ريت العب ماتش مصر، وتركوا ان هن يختاروا. طب ما انا بتكلم عن كده، انهم لازم يحطوا في عينيهم حاسوب ملح ويقولوا روح العب في مصر يا عيه عشان دي بلدك. الحمد لله انه اجت على هالقد. تفتكري هيهدوا؟ طيب كرمال هيك انا من رايي انه عيد يعتذر للمنتخب. وانا بقى بقول لك انه مش هيحصل يا ست دينا. وكيف عرفتي؟ اهو ده بقى الفرق بيني وبينك. شفتي انا اعرف عيد البني ادم كويس جدا، وانت عارفه عيد اللاعب. بس احنا هلا مش بوقت مين بيعرف مين، احنا بدنا نكون حد عيد. انا شخصيا يا حبيبتي جنبه بعقلي وقلبي وجوارحي، وانا بقى مع انه ينزل مصر ويلعب الماتش. مش راح يوافقوا. وايه بقى اللي مش هيخليهم يوافقوا بس يا فادي؟ الجمهور. خلاص انا يا اخي مش عايز العب في ريال مدريد كده اهو بمنتهى البساطه. تصدق يا دي عيد انك فعلا فلاح؟ ايوه، ومبسوط اني فلاح يا فادي، وافتخر كمان. يا اخي افهم بقى. افهم ايه بس يا فادي الله؟ مالك يا فادي عيد، انت ناسي الشرط الجزائي؟ ايوه فاكر. ندفعه 30 مليون يورو. كام؟ 30 مليون يورو. يعني كم بالمصري يا فادي الله؟ يعني 210 مليون جنيه مصري. يعني نرصصهم كده جنب بعض يا عيد، من هنا لغاية المحل. حاسب يا فادي، حاسب في العربية في قدامنا يا فادي. شايفهم؟ اهدى خالص انت، اهدى خالص يا فادي. عيد في ريال مدريد برعاية موبينيل. عيد في ريال مدريد برعاية موبينيل. أنا بصراحة مش عارف خرجنا من المصيبة دي إزاي. يعني هم قطعوا عليكم الطريق؟ قطعوه يعني شجرة وعربيات بعرض الطريق كده ولا إيه؟ عربية واحدة نقل كبيرة عرضت في وسط الطريق. أنا بيني وبينكم قلت خلاص. وتشاهدت وسلمت أمري لله. وبعدين؟ ويا دوبك نزلوا من العربية النقل وجايين ناحية عربيتنا. وسمعنا صوت البوليس. حلو، البوليس جه؟ الله يا رب. ثواني ولقينا العربية اختفت بالناس اللي فيها. إلهي يخفوا. طب خد يا حبيبي، خد بالريق أكل نشفهولك. إلهي ربنا ينشف ريقهم قادر يا كريم. اوعى تكون منشطات يا سلوى. لا يا حبيبي اشرب بس، اشرب. بسم الله الرحمن الرحيم. يا
تجربة صعبة جدا. شفت الفلوس الكتير تمنها كبير قوي ازاي يا مختار؟ انت عارف كم محطة تلفزيون اتصلوا بينا؟ يجي 20 قناة. يعني مش فايل اي لقاءات تلفزيونية ولا صحفية. ما انا قلت لهم كده برضو. احنا في ايه ولا في ايه يا محطات؟ ممكن تنقطنا بسكاتك بقى؟ لا مش ممكن. خلينا نطمن ونعرف ايه اللي هيحصل بعد كده. اهدينا في اجتماع مع ادارة النادي واكيد هتوصل معهم لحل. والحل ايه من وجهة نظرك يا ابو الكباتن؟ يعني انا بقول لو ما وافقوش ان نلعب ماتش المنتخب هسيب ريال مدريد. ها جبتي كل اللي انت عاوزاه؟ انا كنت عاوزه الشنطه الطبيه بتاعتي بس هي دينا ما خلصتش لسه ولا ايه؟ لسه دي بقالها كده 3 ساعات. طب وانت ليه ما روحتش معاها؟ ما هي مش لوحدها. معاها مين؟ ده احنا عد غنمك يا جوحة، انا وانت وعيه وسلوى ومختار، مين تاني بقى قلبه على عيه زينا؟ شركة دايموند اللي شغالة فيها دينا، وانا عرضت عليهم اقتراح. ايه هو؟ ان شركة دايموند تشيل الشرط الجزائي العيد ويتسدد من الصفقة الجديدة. انت عاوز رأي عيه؟ يا ريت يا اماه. ما تفكش حبل من على رقبتك عشان تربط نفسك بسلسلة. يعني انا مش فاهم. يعني انت دلوقتي عاوز تخلص من ريال مدريد تقوم تروح وتربط رقبتك بايديك مع شركة دايموند تاني؟ الشركة اللي عم تحكي عنها هاي هي اللي وقفت مع عيد اول ما كان بسكة زفتة. وحضرتك تقترح ايه يا دكتورة؟ ان عيه يخلص عقده ويلعب ال4 مواسم اللي متفق عليها. انت بتقولي يا امان الله؟ والله بقى ده رأي يا اخويا، ولو مش مصدقني ابقى اسال المصريين رأيهم ايه يا حبيبي. المصريين رأيهم ان نلعب ماتش المنتخب، مالك يا امان؟ دي مرحله ثانيه في التفكير يا عيش، فهمك انت. عارفه يا دينا البنت دي شكلها فاهمه ومرتبه قوي. طب فاهميني بقى المرحله الثانيه من التفكير، ماتش المنتخب ده نتناقش فيه واكيد هنوصل لحل مع بعض يا عيش، ولا ايه يا استاذ فادي؟ عن اذنكم. يا دينا يا دينا، لو انت كنت فالح كان زمانك انت اللي قاعد معاهم دلوقتي بتفكر وتخطط، والمصيبه انك خريج اسباني وما بتعرفش ولا كلمه. انا برضو اللي ما بعرفش ولا كلمه اسباني يا جهله، هي اللي ما بتعرفيش عربي. كنت عاوز اعمل ايه يعني بالظبط؟ تستخدم عقلك شويه اكتر من كده. انا راجل واقعي جدا، انت فاكره كل اللعيبه المحترفين دول بيفكروا زي اخوك عيد؟ امال بيفكروا زي فالح؟ لا دول شغالين في الكوره زي المرتزقه بتوع الحروب، اللي يدفع اكتر يلعبوا معاه. ونعره الوطنيه والاحساس والمشاعر دي لازم تبقى منزوعه من قلوبهم. ايوه امال البيزنس هو رئيس جمهوريه العالم لحد دلوقتي. يا عيله جهله جهله. اسمح لي اقول لك انه ايمان مش من حقها تحكي عن هالاشياء، وانا بصراحه ما حبيت اجرحها قدامك. واحنا في وقت تخصصات يا دينا الله، احنا بندور على اي اشياء نتعلق بيها. المهم طمنيني، الشركه وافقت تدفع لي شرط جزائي ولا لا؟ للاسف لا. ليه؟ لانه لازم تتاكد الاول انه في صفقه فعلا مع نادي ما بتقل ابدا عن ريال مدريد. مش قادرة اقول لك يا عيه قد ايه كان التدريب اللي انت نزلته النهارده ده له فعل السحر على الجمهور في اسبانيا كلها. انا مش هممني الجمهور هنا خالص دلوقتي، انا يهمني ماتش مصر، جمهور مصر يا ايمان. فين تليفون يا ايمان؟ في ايدك اهي يا عيه. ايوه صح. هتكلم مين بقى يا عيه؟ هكلم مصر. الله. الو الو يا كاب شافعي. مين معايا؟ الله انا عيد يا كاب شافعي. عيد مين؟ الله عيد عبد المولى يا كابتن. عيد عبد المولى كابتن عيد، وحشتني قوي وحشتني. ربنا يخليك يا كابتن. المهم طمني اخبار الناس في مصر ايه؟ كله تمام يا حبيبي. طب والجمهور؟ الجمهور كاتب يفط ومعلقها على الجدران بتوع اتحاد الكوره في الجبلايه بيطالبوا نزولك مصر. طب والجرايد والنقاد؟ فيه ناس بيقولوا، انت سامعني؟ معاك. ناس بيقولوا انك بقيت زي المرتزقه، سامعني؟ ايوه معاك. بتلعب للي يدفع لك اكتر. مرتزقه؟ ايوه. انت ما شفتش المجله دي ولا ايه؟ دي قلب الدنيا عليه. طب ومين اللي كتب كده؟ لا ده حديث صحفي مع مختار جوز اختك يا عيد. مختار؟ بكره ماتش جديد وفي نفس المواعيد، مواعيد مشرفنا ولعب في ريال مدريد. اشترك بتمثيل يوسف عيد، محمد جبريل، محمد عبد الحليم، جمال زغلول، نجاح حسن، عادل خلف، جلال الهجرسي، أحمد زيادة، سهى حزين، وشكر خاص للفنان سليمان عيد.
التسجيل والمونتاج استوديوهات هامة، هندسة صوتية أحمد جابر ومهاب مروان، مدير إنتاج يوسف الشربيني، إشراف فني رشا البنا، المنتج الفني رايت ماركتينج، عيد في ريال مدريد، تأليف محمود البزاوي، إخراج عبد المقصود محمد. وبكرة ماتش جديد وفي نفس المواعيد، مواعيد مشرفنا ولعب في ريال مدريد، في ريال مدريد. عيد في ريال مدريد برعاية موبينيل.